رجل أراد أن يتنفل وأن يصلي السنن الرواتب التي بعد الصلوات في الحرم المكي، فهل له فعل السنن خاصة أنه مسافر؟ وقيل أن السنة تسقط في السفر. المسافر يصلي مع المسلمين في الحرم ويتم الصلاة، ما يجوز له القصر. يصلي وحده يقول أبا أقصر؟ لا، يصلي مع المسلمين ويتم الصلاة مع المسلمين ويأتي بالنوافل. يأتي بالنوافل، نعم.